الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، آيات والأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات شبابنا. حلقة اليوم عن الشباب والآخر، والأسئلة التي جاءتنا تتكلم عن حوار الأديان وتأثيره على ثقافة تقبل الآخر لدى الشباب. حوار الأديان بدأ بقوة في الثمانينيات، وعندما بدأ وذهبنا نلتقي مع الناس بدأنا نضع قواعد لهذا الحوار مع الأديان المختلفة، وفوجئنا بأن هناك أديان لا نعرفها. واجتمعنا مرة في بلجيكا 30 دين، كان الاجتماع ده ساعتها بين أتباع الأديان 30، وطبعا الواحد يتعجب، هو الأديان وصلت ل30؟ يعني اللي الواحد حافظ منها 6-7 بالكتير، لكن كانت 30 دين في هذا الوقت. وكنا ساعتها زعلانين من وثيقة مؤتمر السكان اللي كانت بتشير ولو من طرف خفي إلى قضية الشذوذ الجنسي، وإنه من حقوق الإنسان أو يعني ينبغي أن يكون كذلك. ساعتها اتفق 30 دين على إن ده مرفوض. كان من 30 دين دول طبعا الإسلام والمسيحية واليهودية، لكن كان منهم أيضا الطاوية والشنتو والبوذية والهندوس، كان منهم أيضا يعني أديان غريبة جدا ما سمعناش. تينيا سيكيو، إيه تينيا سيكيو ده؟ ولكن 30 دين اجتمع في بلجيكا لرفض وثيقة السكان في تلميحها لإجازة الشذوذ الجنسي. طبعا قضية الشذوذ الجنسي دي كانت قضية يعني بتشغل مساحة عظيمة جدا في أمريكا، وبدأت هذا الشغل في سنة 1950 لما قامت جماعات يهودية بتقول إن الشذوذ الجنسي مش حرام. تجرأت بعد ذلك بعض الجماعات المسيحية اللي أيضا قالت إن الشذوذ الجنسي مش حرام، وفضل الحال هكذا لغاية يمكن سنة 1990، وبدأ الإنترنت في الظهور، وكان هناك جماعة قليلة جدا من المسلمين برضو يقولوا مش حرام، وسموا نفسهم ساعتها اسم غريب شوية، وهو جماعة الفاتحة، وغيروا اسمهم ده بعد أحداث 11 سبتمبر. الأديان كلها في كل العالم رفضت هذا، وتكلمنا مع الناس اللي هم بيدعوا إلى مثل هذه المسألة. وعلى فكرة اللي بيدعوا إليها مش ضروري يكونوا من الشذاذ، ولكن هم بيروا إنه ده حق من حقوق الإنسان يفعل ما يشاء، لكنه حق مخالف حتى للخلقة الإنسانية. وإنهم على فكرة حقوق الإنسان هي متفق عليها، ولذلك اتفقت البشرية على منع التعذيب، لا يجوز لأحد من الناس أن يعذب الآخر، فيحرم تعذيب الأسير في الحرب، يحرم تعذيب المقبوض عليه في تهمة، ولو حكم عليه بثبوت التهمة فسجن في السجن. التعذيب جريمة، وتمتع الإنسان أو استقلال الإنسان بجسده ده من حقوق الإنسان، ماشي. من حقوق الإنسان المساواة، عدم أخذ موقف بناء على لونه، بناء على عقيدته، بناء على جنسه هو ولد ولا بنت، بناء على موطنه،
وهكذا. من حقوق الإنسان مسكنه، فتبقى حكاية الإخراج من الديار دي والتهجير دي جريمة كبرى. حقوق الإنسان، حقوق الإنسان المتفق عليها. لكن هتيجي بقى وتقول لي الانتحار من حقوق الإنسان أو قتل المريض الميؤوس من شفائه من حقوق الإنسان، أو مثلا المخدرات من حقوق الإنسان، أو الشذوذ من حقوق الإنسان، أو الإجهاض من حقوق الإنسان، ثم دي حقوق غير متفق عليها، غير متفق بين البشرية على أن هذه اللي احنا بنعدها جرائم هي من حقوق الإنسان. تكلمنا معهم بهذا المنطق، لكن رأينا يعني كأن ناسا قد انفلتت، وكأن ناسا قد تجاوزوا الحوار إلى فرض الرأي. طب انتم بتدعوا إلى الحرية وبتدعوا إلى الاستقلال في الرأي وبتدعوا أن كل واحد يقول رأيه، فما بالكم ليه بتسخروا أو بتضغطوا على الرأي المخالف؟ الشباب والآخر عايز يتعلم عدة أشياء، وهي أن لابد تتمسك بالإيمان بالله، ولابد تتمسك بأن وظيفتنا في هذه الحياة الدنيا هو المحافظة على هذا العالم وعمارته، وده ما يتأتاش إلا بالتعايش والسلام. ولابد تتمسك أيضا بقضايا الحرية والمساواة والعدل، ولابد أنك تفرق دايما ما بين المساواة والتساوي. ربنا لما خلق الخلق ما خلقهمش متساويين، يعني في تساوي، إنما في مساواة. تلاقي نخلة طويلة ونخلة قصيرة، تلاقي رجل أبيض امرأة سوداء، حد تخين حد رفيع، حد غبي حد ذكي، مختلفين، إنما كلهم مشتركون ومتساوون في الإنسانية. ففي فرق كبير جدا بين التساوي وده مش موجود، وبين المساواة وده موجود. مساواة في الحقوق، مساواة في الواجبات، مساواة في المراكز القانونية، مساواة في الخصائص، من الممكن. لكن التساوي في هذه الأشياء مهوش حاصل. في فرق بين الولد والبنت، مش في فرق في الإنسانية، ده في فرق في الخصائص والوظائف. إذن يجب علينا أن احنا نفهم هذا بعمق ونحن مع الآخر. يقول: ما هو تأثير الأحداث السياسية التي عاصرناها في الفترة الأخيرة على ثقافة تقبل الآخر؟ احنا لو فهمنا كلام سيدنا علي للأشطر النخعي وهو يقول: ستأتي على أقوام إما أن يكون أخا لك في الدين أو شبيها لك في الخلق، عرفنا القضية كلها. ليه أخ في الدين؟ والدين بيقول لي واجبات تجاه أخ الدين، والدين أيضا بيقول لي واجبات في قبيل أخ الشبيه ليا في الخلق، يعني في المشترك معايا في الإنسانية. ولما النبي عليه السلام تكلم عن الرحمة مثلا قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يرحموا من في الأرض، يقولوا من دي من صيغ العموم، يعني كل أحد في الأرض. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. طب ما الأسير ده كان عايز يقتلني من 3 دقائق، لكن ما دام قد وقع في الأسر فله حقوق إنسانية يجب علي أن أتمثلها ويجب علي أن أؤديها. واضح جدا أن في حقوق للجار، فيقول: والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره، مع الشباء الجار المسلم ولا جاره غير المسلم، بالعكس يقول وجاره جوعان وهو يعلم. والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. يبقى إذن القضية هنا هي في
أداء إنساني، لأني أنا عارف يعني إيه الآخر وأقبل منه إيه وما أقبلش منه إيه. شوفوا لما اعترضنا على هذه المجموعة من التصرفات وقلنا إنها ليست من حقوق الإنسان لأنها ليست متفقا عليها، لنا حق الاختلاف ولنا حق الرد. ولما نشأ مؤتمر السكان في القاهرة، بعضهم ذهب إلى رئيس الجمهورية وأخبره بأن الأزهر الشريف ضد المسودة التي جاء بها المؤتمر قبل الانعقاد. وسأل الرئيس الأزهر انتوا ليه معترضين على هذا، فلما علم بما فيه ضمن خطابه أمام المؤتمر أننا لن نعارض الأديان ولن نعارض الإنسانية ولن نعارض هويتنا ولن نخرج منها ولن نعارض المبادئ العليا الأخلاقية. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله والسلام عليكم.